بس شلون تنرفز هذا الشخص المقابل انه اني ترى انت ترست راسي وانا انعجبت بيك، خل اطببه بدوامة عركة وبعد العداوة محبة، عرفت شلون؟ بس ويا من جاية؟ جاية وياي، جاية وياي. 2013 بدسلدورف وجت الشرطة واخروا النسوان من عند مظاهرة، ايه هيك صارن علي النساء والله شباب، هيك صارن علي بكل الجنسيات. الله ابو شعر الاسود اول شخص يطب الالماني شعره اسود، انا شعره اسود الله اول مره نشوف واحد شعره اسود. هاي تقول له تعال ابوي يريد يعطيك الفيلا، التركيه تقول له ابوي يريد يعطيك المعمل مال الحليب، هذيك تقول ابوي عده دواجن يريد يعطيك اياهن بس وافق عليه، وانا مو بحالي هنا، انا جاي شاب اريد اتونس اريد اضحك اغير جو. شباب بنات انت جاي علي زين، راقضه وي خيل الحمزه، راقضه وي خيل الحمزه، سلام الله على الحمزة، جاية علي اللي أنا الوقت حصرنا عصر، حصرنا عصر جبتها من أيام السجين وطلايب ببلغارية ومن أيام العراق بذاك الوقت لحد هاي اللحظة، هسه أنت جاية علي تمشين ليش؟ مشيوا بلج غير دربونة، بس هذا الحكي كله بقلبه جاي أحكي أباوع عليها أشوف شوية توصل. شباب ورا 3 ايام شايف هذا اللي يزعل وبعدين هو يرضى نفسه بنفسه، يجي عليك يسألك سؤال وها ويسوي نفسه مو يم الموضوع انه هو ما زعلان ومو انت كنت سبب زعله، منتبهين على هيك حالة؟ مرات حتى بين الرجال وزوجته تصير يقب على المره ويجي ورا 3 ايام ها سوي لي شاي وعلى اساس يعني لطف جو انه هو ترى مو ابو الطلابة، او المره بالعكس او العكس صحيح، فدي 3 ايام ودز له رسالة اسمايل ابو القلب من هذا الهيتش اللي يضحك الاصفر وجوه كاتبت له حبيبي جيب خبز، منتبهين على هاي الحالة مو صحيح؟ نفس الفيلم رحم الله والديك، نفس الفيلم نفس الفيلم، على مود ارد افهمك ترى انا كل الافلام اعرفها، يعني لا تجي علي لا تجي علي، شوف لك غير دربونة وفتربيها، وانا من النوع اللي اقول دائما وابدا خاويني ولا تخويني صافحني ولا تلاويني، لان الويتك اطق ايدك على وجهك اخليك تصيح لا 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 المفصل 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 هاي شبيك، راح اطق ايدي راح اطق ايدي راح اطق ايدي، بين ما اهد ايدك اكفخك بعجل اشغل الكهرباء بوجهك، الكهرباء اشغلها بوجهك، عندك علم لو لا؟ بس عيب نستحي عيب. الحاصل مو هاي سالفتنا، تقول يا شباب لهناك ورا 3 ايام اجت عينش لابسه، لابسه تيشيرت ابيض وعلي علامه حمراء مال الدكتوره، وتسوي لي هيك بالعلامه اجت علي كانت تقول لي هلا جود مورنينج يعني صباح الخير، وتسوي لي بالعلامه هيك يعني ترى هذا اسمي، انت قل لي هم صباح الخير فلانه لا تقول لي صباح الخير رو يعني بس صباح الخير صباح الخير وتقطعها، طول لي بالكلام. انا باوعت علي قلت لها قد ام مورغن ما اعطيتها اهميه. شباب بنات يكرم طاره الله، يكرم طاره الله علي وعلى عافيتي، يكرم طاره الله ومالكم علي يمين، وانا ما مستعد احلف على مود الصدق او ما الصدق، هي قصه يعني بيها الانسان شلون يعني اذا الله يريد يفتحها بوجهه رباط، احنا من جم محل العربي ما قدرنا نشتري لحم لحد ما وصلت لهذا المكان، شوف شلون صارت اجراءات انا ذا. طلعت بالباب اجت تتوسل قالت شوف انا روسيه واحنا متعودين يعني نسوق على زلمنا ملكات جمال الارض، عرفت شلون؟ عندنا هواي مواصفات بس والله العظيم ما حد ذن غيرك بالغرفة. شباب بكت بكي، قلت لها ليش دليتك شو سويت لك؟ انا قال الصدق تحكي شو سوي بس تحكي بالالماني مو بالعربي، انا قاعد احكي لك اياها بالعربي. بكت بكي استعد اعوف زوجي والاولاد وجوياك والله والله العظيم، وتحلف ترى هاي الثلاث ايام تدري شو تسوي؟ قاعده تدرس تاريخ العراق، شنو اطباعنا شلون المرض قشمر الرجال بحكايه، وهذا شنو هالعنفوان اللي عند العراقي ليش قلبه ميت
اتجاه المرأة مهما كانت درجة جمالها إذا يعني ما تحركت اتجاهها مشاعره وأحاسيسه. ربط شلون؟ ربطت؟ الحاصل سوت فيلم قالت اليوم أنا انقلبت بالسكوتر، السكوتر هذا البايسيكل الكهربائي. قالت وسمعت بيك مشتري سيارة، قلت لها إيه. قالت تقدر توصلني؟ قلت لها وين أوصلك؟ قالت البيتي. قلت لها ماكو مشكلة، أنا عراق أبو الغير أبو دم الحار، نخيتين بخدمتك تدللين من يخلص الدوام وأوصلك. فعلا يا شباب يا بنات، خلص الدوام لقيتها واقفت لباب السيارة، كانت عدة جولف صغيرونة، فتحت لها بالريموت، هنا أنا سيارات يعني كلها حديث. صعدت شغلت لها بوكتها، كان شتة تدفئة، قاعدين أنا وياها بالسيارة. طبقت بباب البيت شباب، كان تطبق قدامي بيامات اثنين لون زيتوني. نزلت من البيامات أربع زلم من كل سيارة، وحدة نزلوا من عندها أربع زلم، والثانية نزلوا من عندها خمس زلم. الزيتونية الأولى طبقت صارت قدام سيارتي، وذيك الثانية اللي نزلوا العفو الزيتونية نزلوا من عندها خمس زلم الأولى طبقت قدام سيارتي، والبيها أربعة طبقت. أنا باوعت بالجامعة، باوعت من هنا أنا رأسا بعد أخوك ابن الأمن ويعرف لها وعراقي ومن الناصرية وقلبه خلصان رأسا على السريع. قالت هاي جاي سوي، قلت لها ولا كلمة ها فرتيها علي ولج من أم ذولي. قالت لا خلي ولا هذا حش السامع نعالك. قلت لها منو هذا ولج؟ قالت هذا زوجي. قالت زوجي وانا يا احنا ماخذين فترة استراحة 3 أشهر نريد نطلق، فجاي سوى هاي الفعاليات اريد يخوفك. شنو هاي بتشك ما تلعب شو شوفني؟ كان اشوفها. قالت لا مروتك ترى عندنا جهاد. قلت لها لا زوجك يوقف بوجهي ولا غيره، بس يجيس السيارة انزل اباوع عليها خزرتها من الجامعة. كانت تقول لها يلا ولي. شباب نزلوا أربع زلم منا، أربعة مننا ويتتشولة، كان تمطر الدنيا، فتحوا له الشمسية على السريع. الراس هيك أحمراني طويل، العيون مرمى، يخوف يخوف. قالت شفت هذا وقيافته وطوله؟ قلت لها إيه. قالت هذا مثل الدجاجة يومية يصير. قالت ومستعدة أبدله حش يعني حش كل الموجودين. قالت مستعدة أبدله بحذائك مال الشغل. قلت لها ليش؟ قالت ما عنده رجولة. قالت ما عندك الرجولة. قالت أحس ذكر يتوسل ويتلقلق وهذا. قالت بس أنت بهاللحظة لا ساعدتني، والعنفوان اللي عندك مليت الراسي ومستعدة أردق لك على موضوع معين. قلت لها شوك، كان تفتح لي الجنطة مالتها شباب. فتحت الجنطة طلعت ورقة بيضة سند وكاتبة اسمي، ما أخذتها من نبرتن سين موافق سين اسمي مواليدي وهذا، راح للمحامي بذن الثلاث أيام خاتمة علي تقول لي بس توقي عرض الطيك الفيلا القاعدة بيها لك ملك، انت تتصرف. بعد ما انا كنت ما اقدر اشتري لحم يا شباب، فيلا كاملة طتني. قلت لها بس بحالة واحدة. قالت شني؟ قلت لها اريد ابيعها للفيلا ووزع فلوسها للناس اللي تحتاج. قالت كبرت بعيني بعد اكثر. قالت لعد خلص عوف هاي الفيلا، انه ادي فيلا ثانية مال ابوي، خطية ابوها رجال كبير مال ورثة هي واخوها، اخوها ذاك متنازل. قالت من اخوي اللي هي لك. بعنا الفيلا بذاك الوقت الشباب 250 شده، جابوا الفلوس ببليات مال امازون، جابوا الفلوس ببليات مال امازون ووزعنا الفلوس للعالم. وهذا مازن باللايف تقدر تساله، قل له مازن تتذكر من اتصل عليك ابو شاهين قال لك تعال؟ اسئله هذا مازن موجود يقول لك اللي يحكي شاهده وياه. الحاصل شباب والله ورا فتره من الزمن قبت العياطه، شكو انا بالبيت ما احس لك اللي يطبق علي نفس المرسيدس البيامات الزيتونيات الثنين. نزل زوجها قال ليش هيك؟ قلت له شكو؟ قال تدري بنتعقد. قلت له على شنو؟ يقول اقلها جيبيني مي، تقول لي هسه انتظرني شويه واجيب لك مي. منو انت وتامرني على مي؟ هسه ابو شاهين يقول قتلت رجولتي قدام اولادي. قالاني والشركات والعمال والبيامات ومستعد اشتغل سايق عندك باملاكي. قلت له ايه شو تريد؟ قال بس اريد علاج، اريدها تطلعك من راسها.
اريد ارجعها راح ينهجم البيت، راح ينهجم البيت. قال لي 280 شده، فتح الجنطه مال البي ام، قال تعال بابا. قلت له شنو ذنوا لك؟ قال ذنوا لك. قلت له اخذ فلوسك ولا منه؟ قلت له انت تشترين بفلوسك شنو؟ رباط السالفه يا شباب، اولا المحبه ما تنشر بفلوس، من الله تجي، والرزق يجي من الله، وملك الملوك اذا وهب لا تسالنا عن السبب. ستجاي علي قاطك الشكر وتحكي وقالوا كافي عيب.